اوكي، السلام عليكم، اهلا فيكم بالجزء الثاني من نفس الفلوق هذا. ف اللي ما شاف الجزء الاول يشوف الجزء الاول ويكمل مع الجزء الثاني. خلونا نبدا. تخيل ندخل الاختبار بالحاسب ذا. يو شغل محاولين مصريين. وين يشوف؟ اوه لازم تطلع تطبع. زين بالله طلعت غلط. خلص ترجع خلص الكلاس. لا 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 انت انت تضغط بس انت ما تدري. اوه لازم يطبعها انك ما تدري ايش اللي طلع. انت ما في ماس. اذا ضغطت هنا تطلع هنا في ال ايه بس خلاص ما في ماس. وبدي اوراق هذا ان شاء الله. والله مش بالورق انا من جديد يا اخوان. The most complex thing that I did with the Apple One نتكلم عن شركة التفاح عن أول كمبيوتر. Table of points in 3D space and then based on the cinematic brightness. شوف رائد هذا بيت بيت ستيف جوبز مع ستيف وزنياك. هذا أول ما صور بيت. هذا أول ما سوى الشركة هنا. هذا هم اثنين. إيه في الجراج البيت هذا هو الجراج. هذا هم اثنين. والله لازم سووا لكم ما يحتاج. هذا أول كمبيوتر بدايته. هاي سووا ما يحتاج يسوون لا. شقة ما. والله شقة. شقة ما تكفي. لا شقات من هذه ما سكن ستيف جوبز. هذا السيليكون فالي. هذا المكان هذا شكله. إيش سووا ذا سيليكون فالي؟ سيليكون فالي هذه منطقة صح؟ أيوة. بس إيش فيها بالضبط؟ كل التقنية هناك. كل التقنية. كل التكنولوجيا. كل الشركات أصل التقنية هناك. سمعت فيها إلا سيليكون فالي حقيقي. هذا أبل ون. أبل ون. هذا هو ستيف وزنياك. هذا مين ذا مطور يعني ذا؟ هذا هو هذا نفس اللي اللي مع ستيف جوبز. ستيف جوبز بس عنده مخ وهذا عنده التقنيه. هذا اللي ذاك ماركتينج وذا هذا. هذا شعار ابل القديم. هذا جميل جميل والله. هذا شعار الرئيسي. وهذا خلطات الاغاني حق السياره عجيب. ايوه هذا عن الحبن عليه ذا كانت فرط طلع تلاقيه مفروط. شوف سيمي كوندكتر. هذا دي مام حقت كرسي هذا يا والله هذا هذا ممتاز ليش يعني إيه لأن شفت زيت السيارة هنا لأن هذه كانت سيارة عدة جوبز وليش جراج جوبز. هذا ما ده ما تبغى حديدة بالعربي. الله هذا المكاتب في 1922 شو محاسبين هذولي. هذا الحاسبة. هذا نفس. هذا منهم. أيوة هذه برضو عادي. هذا حق واحد عربي توقع ولا مو بن. صيني. الصينيين اللي سووه. هذا حط. هو صيني يعني 100% صح. غير مش دلوقتي. معروف. الصينيين تقدر جرا. هذا المذر بورد كان قديمة. الحين بدأك حق ناس. هذا علم ما بدر. والله. شوف. ترانزستور. مورز لا أول مرة أسمع عنده. عندنا ما تعرفه مورز لا؟ لا. شو مورز لا؟ لا ما سمعت عنه. قانون مورز شو سوى؟ والله ممكن نعرفه بس ما إنه تقريبا ليش ما قروها أصلا؟ بس إنك تشوف ما في ليه لو كتب القانون نسبة هي لأن ما شوف وين تزيد القوة لحد معينة بسبب إنه ما الريزستور ما يقدر يأخذ كهرباء أكثر. وش 1 تريليون بايت هارد درايف 1 تيرا وهذا مو بكتمين كم حجمه بس انه 2.5 شوف حجمه 2.5 minutes يعني دقيقة ونص بس ايه شوف حجمه لا اله الا الله شو شافه كيف تشغلوا ذا من جد؟ تركب على السير مال والله
شغلك شغلة هذا كيف شبكوه هذا؟ وين كيف مانجمنت؟ وين نهايته؟ هذا البورد حقتهم في الجيم. واو البورد ول 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 كيف؟ احنا لو انه تعب تعب ترى. يعني على الاقل ايش يسوي؟ يقول ذا سكشن لون ذا سكشن لون ويمشي على الترتيب. شكلي بيكر معطاهم الوان. واو بيكر معطاهم ضحك قدامهم بس لونين بس. هذي بيكر. هذا الكمبيوترات الغريمة. هذا الأوراق اللي تحط. هي قلت لي عليها. يا شوفها فوق شمال. هذا البروجرامين مالهم إنك تأخذ ورقة وتتحط حفر. حط حفر كيف بال. هذا الباينري شوفه. يا هو وان زيرو صحيح. هذا تبرمج كذا. شكرا الحمد لله على التكنولوجيا الحمد لله احنا في جيل جديد الحمد لله وضعنا تمام وهذا بعد نفس هذه بس اقدم نفس الفكره أيوة. انك لو ما بداوا كذا ما وصلنا هنا يا صح صح شوف كيف جوزيف شاكورد ولا وش اسمه هذا هم جالسين على الكمبيوتر شوف هذا هو الكمبيوتر شوف تجلس طف وشق والله مشوار والله مره مشوار الغرفة هذه واقفة في التقنية لدرجة إن الشاشة مرة قديمة. تعور العين. لا يا حبيبي الفيديو ما له شغل الفيديو قديم بعد الشاشة. لازم. لا لا. كويس جابوا له شاشة زي كذا. لا لا. الفيديو أوكي ماشى. شوف هذا الكلام. يا. ما بحطون الفيديو كواليتي. ما أقدر أشوف أنا عيني تعور. ما أدري إنك تيجي ما تحس ان شقه عزوبيه في السكرين شوف هذا رائد شوف المعادلات اللي وراها شو المعادلات ليش كلهم حمقين ما كمبيوتر ما ادري شنو شوف الارقام اللي وراها ما تبي تحمق مخ هذا هو والله لازم يتحب زي كذا ايه ناسا شوف شعرنا 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 بس مو نفس السي كانت السي دحين صارت اس ولا نعم أتكلم عن الفيلم حتى هذا فيلم ايه هذولي فيجرز نسيتها تقريبا هم في ناسا هذولي الحريم الخوال يا هذا اللي اعرفه اللي اليمين دي يعني شفت له كم فيلم مضبوط يعني فيلم شفته ولا ايش هذا الجو بشوفه والله ودي اشوفه بما انه ترو ستوري يعني الحين شاف عادي مو مشكله حيكون ممكن جميل حيكون حلو صراحه صور عشان نعرف فيو جرافكس اوكي اوف علي هذا اللي معك هذا اللي في اللعبه اللي قاعد تلعبها اسمها الا هذه هي سمسو منك اللي قاعد تلعب هذيك اللعبه Resident Evil 2 ايش دخل نفس الشخص هذا لا بس الحين ابل شوف اذا كان شوف اذا كنت ناقصك ريزيستر ولا شيء دخل ايدك وشو واكمل سوني سماعات هذه تجيب الصداع اخي الصداع الكهرباء يمكن ترسل كهرباء ما بعرف الكهرباء مثل اللي فيها ايش يسمونها الفوم اللي كنا المغناطيس لا النفس هذه القطعه دي محطوط مشالين هذه وين تحطها يا عرفت ايوه تجرح هذه ايه. تحطها زي كذا الا اللي شوف الكمبيوتر اي بي ام ماخوذه من نين انترناشونال بي بروجرام ناشونال يا لا ما مكتوبه دي بس هذه الشركه لا يا بي ام الشعر ده امور بعيده شوف قصدك سباي بي ام نيوتن انترناشونال بزنس شغله هذا شوف ما لعب الكمبيوتر التليفون ما ادري هذا تابلت هذه كيف يعني اقدم هذا قبل الايباد قبل الايباد وقبل شوف هذا حق قبل شوف هذا هنا عندك شو اسمه النوكيا ده افتكر اللي هي على اليمين هذا مو شو اسمه في جهاز يشتغل عن طريقة مرة صناعية. بس هذا شعار أبل الثاني ذا. بعد ذاك الشعار. أيوة. هذا الثاني. شايفه.
بعدين هذه الكاميرا حقتها هذا الرصاصي اللي ورا شو شوف هذا يلا هذا من الكيس ذا اللي ورا كان يشيله هذا هذا شوف بالله شوف 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 هذا اللي هذا حق حارب تحمل تحمل في في ستراب ورا لازم يا عمي يدك تطيح لو ما في شيء ذا لا لا ممكن تكلم الشباب يا عيال تعالوا وش بكلم الاهل اثنينهم يشيلونك يا الله شوف وهذه الكاميرا حقتها برضه ديسك بلاي برضه ديسك كاميرا ديجيتال بعدين في وين ما جابوا المني ديسك بلاير مالهم بعد ايفون 4 هذا هذا المني ديسك بلاير شوف هنا هذا ستيف وزنياك هذا اي بي ام اي بي ام هذا ابل هذا ابل ماكنتوش هذا اول هذا الفيديو مطلعه اول ما سوى الماوس اوه اللي هي اللي هناك الماوس اول ما حط الروبي داخل شوي الشاشه صارت الوان خلاص كذا صفقوني الفيديو موجود باليوتيوب اصلا صار فيه ابل تكلم هو بعد الجهاز الجهاز قام يتكلم يتكلم عن نفسه انترديوس هذا ابل 2 1977 والكمبيوتر العائلي هذاك صخر صخر تقريبا بس الا تقريبا قريب هذا ذي ابل في 1984 1977 واي بي الشاشه قاعده ترتفع تصدق يمكن في الوسطه واضح شوف الفلوبي والحق الاشياء الديسك منه داونلودز الحين حطها داخل من اول خلينا نشيل الفلوبي برا هذا ايش هذا هذا اتاري حق لعب يعني ولا شيء شكله راكيت اللي حق لعب ايه هذا الالعاب هو هذا اللي هذا كريزي هذا مجنون يا الله مو كامل مو كله شوف يا مبدي ملزقين هم لك يعني في 1 مليون هنا ويقول لك الايفون 5 في 100 بليون الحين ده 1 مليون بس من الفاضي اللي حسبه شو اللي ركبوه هو مو جاي من استغفر الله من الطبيعه انت بتركبه انت بتعرف كم تهر يعني واحد والله مشوار ثلاثه انت بتعرف وين ده طالع هذا رايح تحدى بعد ده صحيح 100% والله تحدى قاعد احنا نجلس والله لا ادله هنا بلاي ستيشن 1 اي والله حاطينه وينه والله نينتندو سوبر نينتندو يا افتكروا واقف يحتاجون بعد يحطون بس شلون اوكي بلاي ستيشن 3 لازم يحطونه خلاص لا لا صل بروسيسور لان ناس استخدمت 100 بلاي ستيشن 3 كان يستخدمونه هذا التلفزيون ده كان قوي صل بروسيسور مال قوي بس ما كان اكس 36 هذا مشكلته ما هو صعب الطبيعه هذا التلفزيون اقوى كمبيوتر اقوى سي بي على ذاك الايام شوفوا اللي فوق ما طلعناهم دي الاتاري هذا الصخر على اليسار ولا إيه؟ فوق على اليسار دي كمبيوتر سيستم باي اتاري مو هو الصخر انا افتكر الصخر ذيك الجهاز ولا اتاري الله من بس افتكر شويه الله يخليك شوف التلفزيون ده ما لحقنا عليه يبيعونه ب 275 اللي بيشتري الكيبل حقه حزام حزام والله شوف وليش هذا عشان تشيله حزام كذا جايين والله مره ثاني مره تعال تاخذ نزل الدار مع الدكتور ما يمشيك خرب البيت تكلم طويل طويل السيف مره القاعده حقتها خشب مره هي خشب فيها كسر شويه خشب مفروض هذا الشيء يشغلوه هنا يا اخي ورونا كيف هذا شوف اهم شيء انه في USB يا حشوف 30 كيلو بايت رام اونلي 1000 باوند اونلي يعني ممكن يعني قليل يعني لا لا عرض جميل جدا تشتري لا يا عمي ما والله ما اتوقع كثير عليك المساحه والله كثير شويه ما عندي مكان راجي في البيت احطه لا 32 كيلو بايت يعني شيء مهول في الفاتره اقول لك انا ما يعني كم صوره احط فيه واحده رام حق رام واحده ما هي واضحه بطلع رام اي رام ما اقدر شيء كيلو بايت بعد ويندوز يحتاج 3 ما ادري 4 رام عشان يشتغل على الدوز ولا شيء قديمه لا وكبير اللي يقهرك عارف برا كبير تخيل ان الرام مالك اكبر من جهازك نفسه 4 كيلو بايت 4 كيلو بايت
عندك سلوتس هنا تقدر تشبك كرومس زياده تطوير انا هكذا غلط كذا انا ممكن اشيل هذا السويتشات هنا طف وشغل طيارة هذه ما هو ب الحين إذا هذا بس رام شو تشبك فيه ما أدري السينما ذا ولا إيش هذا يمكن هذا سير الماكينة والله سير شكله شكل حط زيت ماكينة هنا الموضوع ده جيت عبيد أتوقع لأن الشيء ميكانيكي لازم يكون ممكن والله يلا الحين نخش حق الفضاء وناس طقطق هذا اول يصور يشغلون هذا ويشبكون الشاشه عشان تقدر تشوف سترينجر ثينجز على نتفلكس والله كانوا مساكين اوكي وهذا الجزء الثاني خلص فترقبونا في الجزء الثالث بس في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وملك المقطع ولا تنسون فضل دعاكم والسلام عليكم.